الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، وأعتقد كلنا بقينا كمصريين لن نسمح مرة أخرى بنمو أي تنمية تحصل على الأرض بطريقة عشوائية. أي حاجة هتحصل بعد كده في الدولة دي تتعمل مخططة، تبقى بتتعمل صح من أول يوم، أماكن البيوت فين، أماكن الخدمات فين، أماكن المرافق فين، عشان يبقى المواطن مرتاح وهو موجود في هذه الأحياء والمناطق، ويبقى احنا كدولة قادرين ان احنا نخدمه ونحافظ على أمنه. ده أهم شيء، ودي لازم تبقى رسالة لينا كلنا، وده اللي احنا بنعمله في كل حتة في مصر. فكرة ان احنا كل واحد يبني، كان زي ما حصلت على عقود فاتت في مصر كلها تكبدنا مئات المليارات عشان نصلح هذه الأماكن. النهارده عشان اجي اشق طريق جوه القاهرة في وسط منطقة عشوائية، انا احنا بندفع إزالات ونزع ملكية والله العظيم ضعف ثمن الطريق نفسه. يعني ممكن يبقى الطريق 8 مليار، اضطر ادفع 2 و3 مليار تعويضات عشان بس اهد البيوت واشيل العشوائيات اللي موجودة. الدرس اللي بنتعلمه، ما يبقاش في تنمية تتعمل بعد كده غير تنمية مخططة الدولة عاملاها والدولة مشرفة على تنفيذها او بتنفذها بنفسها. يبقى ده اللي بضمن بيه ان بعد كده كل حاجة تبقى ماشية صح.